انام اصحى اكل، انام اصحى اكل، كده حلوه قوي. اهلا واضح، ريهام الشناوي. اغرب موقف حصل لي مع معجم المعجمين، اكتر حاجه يعني بتبقى غريبه ان بيجي يتصور مثلا معايا ومثلا عاوز يتصور صوره عريس وعروسه، بس هي دي الفكره تبقى بالنسبه لي غريبه قوي بصراحه. الناس تبقى داخله ممكن اتصور مع حضرتك، اه طبعا مفيش مشكله، يجي انجاجي ليه؟ انا مش قريبتك عشان انجاجي يعني. دي حاجه من الحاجات بس اللي بتبقى بالنسبه لي غريبه قوي. غير مرئيه ليوم واحد بس، ايه اكتر حاجه نفسي اعملها؟ اشوف واسمع الناس بيفكروا في ايه، اخش جوه عقول الناس. اكتر فوبيا بخاف منها حاجات كتير قوي. بخاف من الاماكن المقفوله جدا، والضلمه زمان، دلوقتي لا ما بقتش اخاف من الضلمه، بس بخاف من الاماكن المقفوله. مصيبه دي، انا عندي مشكله دي، ممكن اعيط واصوت ومش حاسه ان انا ممكن اقدر اتغلب عليها، انها مسيطره قوي عليا. لو كانت حياتك عباره عن يوم واحد بس 24 ساعه، تعملي فيهم ايه؟ انام اصحى اكل، انام اصحى اكل، كده حلوه قوي. صفة بكرهها في اللي قدامي مهما كان معزته عندي، الغباء. بكره الغباء كره، مستحملوش بصراحة. ممكن استحمل حاجة، أي حاجة في الدنيا، بس الغباء لا، ما أقدرش، لن أتقبل. أكتر حاجة بقدرها في أصدقائي إن هما لما أحس إن الناس تحبني بجد، أنا دي حاجة بقدرها قوي. الناس تقدرك، التقدير والحب، لأن حد يحبك من قلبه دي مش موجودة كتير. وبتتحس، كل ده بيتحس. انا عليه وجهه نظر في الحياه ان اي حاجه جوه البني ادم بتتشاف، يعني بتتشاف في عينيه، بتتشاف، بتتحس. شكرا واضح.